السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كذلك لاله حسناء من مدينة القنيطرة كتسولنا على الكحل في نهار رمضان. سيدتي الكريمة، بالنسبة للكحل يعني المرأة هل تكتحل في نهار رمضان أو لا تكتحل؟ الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، فمن الفقهاء من رأى بأن الكحل ليس من المفطرات فيحق للمرأة أن تكتحل في نهار رمضان، وفقهاؤنا المالكية قالوا إذا اكتحلت المرأة أو الرجل ووجد طعم الكحل في الحلق فإنه يفطر، وهذا القول يظهر والله تعالى أعلم أنه صحيح. لماذا؟ لأن الغالب أن هذه المنافذ ديال العين والأذن والأنف الغالب أنها توصل إلى الحلق، وحينما أضع مثلا أن الكحل وأجد طعمه في الحلق هذا يعني بأن المادة راه وصلت للحلق، المادة راه وصلت للحلق، وإلا وصلت للحلق قد تنزل إلى الجوف، وبالتالي فإن هذا الكحل صار يعني مفطرا. هذا والله تعالى أعلم يعني هو الصواب. نعم هناك يعني أجد كثير من الفقهاء الآن يتكلموا عن الكحل ويرون بأنه ليس من المفطرات، ولكن في مذهبنا المالكي إذا اكتحل الرجل أو المرأة ووجد أثر أو طعم ذلك الكحل في الحلق هذا يعني بأنه أفطر، والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.